إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. كثير من الأمهات يشكين من جلوس الطفل على قاعدته مع ثني ركبتيه وانحراف الرجلين عن جسمه على شكل حرف W، ويعتبرنها جلسة غير مستحبة وغير صحية، وهن محقات، لأن هناك أضرارا كثيرة لهذه الجلسة، حيث من الممكن أن تصبح عضلات الفخذ والساق لدى الطفل أقصر وأكثر ضيقا، ما قد يؤثر سلبا في التنسيق والتوازن وتنمية المهارات الحركية للطفل أيضا. بحثا عن مزيد من التفاصيل، كان اللقاء واستشارية طب الأطفال يمنى الشريدي. مخاطر جلسة الطفل على شكل حرف W: إهمال الآباء لمتابعة جلسة الطفل، زيادة خطر تعرض الطفل لخلع مفصل الورك، خاصة عند الأطفال الذين يعانون من عيب خلقي في مفصل الورك الذي قد لا يتم تشخيصه مبكرا، الجلوس في وضع عدم استطاعة الطفل تدوير الجزء العلوي من جسمه، ولا يستطيع استخدام كلتا يديه معا، ما يؤثر فيما بعد على قدرته على أداء مهارات الكتابة وغير من الأنشطة المهمة في المدرسة. عرقلة تطوير تفضيل اليد اليمنى أو اليسرى، أو تمكن الطفل من التقاط الأشياء الموجودة على الجانب الأيمن من جسمه بيده اليمنى فقط، وتلك الموجودة على الجانب الأيسر بيده اليسرى فقط، ما يؤدي إلى صعوبات في التنسيق بين اليدين عندما يتقدم في العمر، وهناك احتمالية تأثر حركة الطفل فيما بعد، إذ لا تسمح هذه الطريقة في الجلوس بتطور عضلات الجذع. طرق لمنع الطفل من التعود على هذه الجلسة: علمي طفلك الجلوس على مقعد صغير، علمي طفلك التربيع أو تقاطع الرجلين أو الجلوس على مقعد صغير، وهذه الطرق للجلوس تسمح لطفلك باستخدام كلتا يديه في الوقت نفسه، كما تشجع الطفل على استخدام عضلات الظهر والبطن، ما يساعد على تطورها. في البداية، قد يقاوم طفلك تصحيح طريقة جلوسه المعتادة إذا طلبت منه هذا، ولكن يجب عليك أن تستمري في تصحيح طريقة جلوسه في كل مرة، حتى لا يؤثر ذلك في نموه وتطوره بشكل كبير. لا تترددي في سؤال متخصص علاج طبيعي أو طبيب للأطفال، فهو الشخص الذي يستطيع مساعدتك، واطرحي عليه أي سؤال متعلق بجلوس الطفل، خاصة حين يجلس على شكل حرف W، بهدف التوصل إلى طرق لتشجيع طفلك على الجلوس بأشكال مختلفة تساعده على التطور والنمو بشكل صحيح. تعرفي إلى المزيد: أسباب سقوط الأظافر عند الأطفال، تأثير جلسة الطفل الخاطئة في العظام للعلاج، قومي بفرد قدمي طفلك دائما، بعض الأطباء يعتبرونها وباء صحيا جديدا لما لها من مخاطر كبيرة على عظام الطفل، ومشكلات في الفقرات القطنية وتقوس أسفل الظهر، والشعور بآلام شديدة تؤدي إلى اعوجاج الساقين إلى الداخل، خاصة إذا اعتاد الطفل الجلوس بذلك الشكل فترة كبيرة، تعمل على إضعاف المفاصل في الركبة والفخذ، تؤثر في تقويم العظام للطفل، قومي بفرد قدمه من دون لفت لنظره، اعملي على حل المشكلة دون أن تشعري الطفل بأنه يقوم بخطأ ما، بأن تقومي بفرد قدمه دون لفت نظره. إجراء تمرين للطفل، وذلك عن طريق إجلاسه على كرة وتحركها إلى الأمام وإلى الخلف وأيضا لليمين ولليسار، وهذا من شأنه تقوية عضلاته، وأن تقومي بها وكأنك تلعبين ومن دون أن تلفتي نظره، حاولي أن تتحلي بالصبر، الطفل يأخذ وقتا لينصرف عن أمر قد اعتاده. نصائح للعلاج: جهز عددا من الوسائد والدعامات لجلسة الطفل، هذه الجلسة تضغط أيضا على المفاصل التي لا تزال في طور النمو بالجزء السفلي من جسم الطفل، كمفاصل الوركين والركبتين، وتزيد من حدة وجع المفاصل لدى الطفل، وتضعف عضلات الجذع. على الآباء أن يكونوا يقظين ويراقبوا حركات أطفالهم طوال الوقت، وفي أثناء ممارسة الأنشطة التي تتطلب جلوسا على الأرض، فلا يتركوا الطفل الذي يتخذ هذه الطريقة في الجلوس مستمرا بها، لأن مخاطرها لا تشمل أسفل الظهر والمفاصل فحسب، بل تمتد إلى الرقبة والكتفين وأعلى الظهر أيضا، خاصة إذا استمر الجلوس بها لفترة طويلة جدا. توصية بالحفاظ على مرونة أجساد الأطفال عبر
مساعدتهم على أداء التمرينات الرياضية المفيدة وممارسة المشي باستمرار والجلوس على الأرض، ولكن ليس بطريقة الجلسة على شكل حرف W.